حسن رمضان مساكم مليء بالروحانية والطاعة. يوم جديد وكولكشن جديد من شركة مجمع الشامل فرع جدة شارعها 60 شمال دوار الفلك أمام البيت. لا تنسوا تشاركوا في المسابقة ووصل الزين من جديد لعيونكم. الأطباق بألوان الباستيل الرهيبة اللي بحبوا الألوان الهادئة وبحبوا تميزوا في تقديماتهم بألوان فاتحة وفرنال ألمين جديد لعيونكم. ما بين الزبدية الكبيرة والصغيرة وما بين الأطباق المفروضة الكبيرة والمتوسطة. إضافة جميلة لسفرة مائدتك وحتاخذي القطعة ب5.75 ريال هللة بس. بإمكانك عمل أجمل ميكس بالألوان وبتطلع بضيافتك. أهلا بالزين كله والجمال لعيون متابعينا. نميزكم دائما وأبدا بالأطباق والبرسلان الرهيبة. جديدنا اليوم اللي وصلتنا الأطباق المفروضة هذه بسين العصافير أو التربك الأسواعي. طبعا حتشيكم ما بين طبق مفروض وما بين زبدية. رهيبة جدا لتقديم الشوربة وحتاخذي قطعة ب5.75 ريال هللة. اهلا بالزين والجميل، اهلا بالمنتجات الحصريه والمميزه لدى شركه مجمع الشامل. وزعوا المواقع والاسعار المرتفعه ورحبوا بشركه التميز والجمال. احلى شيف واحلى طباخه وينكم. جديدنا اللي وصلنا اليوم مره راح تستفيدوا منها، فرشاه لغسل الخضار والفواكه حتى 5.75 ريال هللة. ومو بس كذا، جديدنا ايضا لموهوبات تحضير الشوكليت او صنع الشوكليت، قالب سيليكون بالارقام مزود بالعيدان وحتاخذوا ب5.75 ريال هللة. ولدينا المزيد من المفاجآت. وين رايحين؟ لسه ما غلقنا الزين والجديد اللي وفرناه لعيونكم. محبين الستيك واللي بيحبوا ياكلوا شرايح اللحوم والدجاج أو الأسماك، بتحبوا تتبلوها؟ خذوا الأداة الجميلة هذه، عبارة عن شفرات بيجيكم بالشكل هذا لتخريم اللحمة أو الدجاج أو شريحة السمك بكل سهولة. وتتبلوها بكل سهولة والقطعة بتاخذوها ب5.75 ريال هللة. والدلع الجميل اللي واصلنا اليوم القطاعة أو السكينة الجميلة هذه، اللي بيحبوا يعملوا التبولة ويعانوا من تقطيع البقدونس صغيرة خذوا هذه وقطعوا البقدونس وعملوا أجمل تبولة بكل سهولة. والأداة الأخيرة اللي واصلتنا اليوم الأداة الجميلة هذه، هذه عبارة عن إيه؟ بتقطع لكم البطاطس شرايح ومن ثم تدخلوها في الميكرويف بكل سهولة أو في الفرن الكهربائي. حتاخذوا القطعة ب5.75 ريال هللة. إيش رأيكم في الدلع اللي وفرناه اليوم لعيونكم؟ طبعا جميعها بتجيكم بكمية محدودة. العيد على الأبواب وإحنا في شهر الخير، وكلنا بنحتاج للحلا وبنحتاج لطرق مبتكرة لتقديم الحلويات. وصل عندنا ساند الكب كيك، رهيب جدا. طبعا حيجيكم معجن، القطعة ب5.75 ريال هللة والكمية محدودة، الحقوا عليه. لأجلكم هدفنا رضاكم دائما وأبدا. وصلت عندنا تحف مضيئة رهيبة لعيونكم انت فقط، والجميل فيها انها بتشتغل بطارية عشان تشغلوها مرة واثنين وثلاثة. لغرف أجمل كتاكيت وأجمل بنوتات وأولاد، وأيضا لكم أنتم. طبعا حتاخذوها الحبل المضيء أو التحفة الجميلة هذه ب5.75 ريال هللة لكل قطعة.
نساعدكم على طرق مبتكرة لضيافتكم. جديدنا أيضا اللي وصلتنا البذور الجميلة هذه ما بين المعدن والإكريليك، طبعا جاية مقاسها متوسط للتوزيعات وأيضا لتقديم أجمل حلويات باردة وبتطلع ضيافتكم بيرفكت. جديدنا أيضا اللي وصلتنا البرطمانات الميني الجميلة هذه لتقديم أجمل حلويات للتوزيعات وأيضا لحفظ البهارات. هتاخذوا الثلاثة قطع لجميع الأشكال و 575 حلوة. وهنا عندنا عالم واسع متكامل للشماعات والعلاقات والاستخدامات متعددة، طبعا بتشكل لصق ذاتي جميلة لغرف الأطفال لغرف المعيشة وأيضا جميلة على غرف النوم للمطابخ ودورة المياه وإنتو بكرامة. استخداماتها جدا واسعة وبتاخذ المغلف ب5.75 هلا بس. أكثر شيء بنستهلكه في شهر الخير وبنستهلكه طول السنة ملاعق الزيت أو ملاعق القلي وأيضا المصافي أو المناخد. جديدنا وصلنا اليوم أنواع مختلفة للصفايات المناخل ملاعق القلي. تعمل اللقيمات حابين تحضروا فيها القطر أو الشيرة، حابين تقلوا سمبوساتكم أو حابين تقلوا الجبنية أو حابين تقلوا مقلياتكم بكل سهولة، لا تحتار ولا تروح بعيد. شركة مجمع الشامل وفرت لكم كوليكشن واسع للملاعق بنوعية ممتازة وأنا مجربتها بنفسي. القطعة بتاخذوها بكم؟ ب5.75 ريال. هللا إذا حابين تاخذوا الصفايات الصغيرة أيضا متوفرة، المغلف بيكون بنفس السعر. أكثر شيء بنعاني فيه سكب الزيت أو السوائل في القوارير وسكب البهارات البودرة، وعشان كذا وفرنا لعيونكم الأداة المميزة هذه. طبعا بتجيكم 2 في 1 سيليكون وبلاستيك، تقدروا تستخدموها بالشكل هذا وتقدروا تطولوها بالشكل هذا. طبعا حتاخذوا القطعه المميزه الجميله هذه بكام؟ ب5.75 ريال هلله بس. تهادوا تحابوا أهدوا أحبابكم ومن تحبون أجمل الهدايا وبمشاركة بوكسات شركة مجمع الشامل. متوفر لدينا 3 مقاسات مختلفة ما بين اللون البينك إلى الكحلي إلى الرصاصي. حتاخذوا القطعة ب5.75 ريال هللة.